ايش في ستريس ومحامش راسك وموصلتيش لداكشي اللي باغي انت ما كتبش؟ عرفتي شي ناس اللي دخلوا لحياتك ودمروك، عطيتيهم قيمة اكتر ما كيستاهلوا؟ الا بغيتك تفكر في الماضي وشنو غادي يطرا، راك ما غاديش تزيد لقدام. اما بالنسبة للاغلاط اللي درنا في الماضي، الا بغيتك تفكر فيهم، هذا راه بحد ذاته غلط. كلشي كيخطأ، انت ماشي مالك باش ما تخطاش، والتفكير ما غاديش يبدل لك حياتك، لا غادي غير يمرضك. الخدمة وطاعة الوالدين هي اللي غادي تبدل لك حياتك، والدنيا فايتة كاع غنموتو غير البارح وحرقت زيديتي، والبارح كانت عندك 20 سنة واليوم 30 سنة. هادشي كامل مكيمنعكش انك كتبدا حياتك من اول وجديد. تفاشل الا بغيتي توصل، تيق فيه الا بغيتي توصل لشي حاجة راك غادي تصلح. حاول انك تبدل الروتين ديال حياتك كامل، وراه اكيد ان حياتك غتبدل. صلي تريني وعد على البلية حيت ما عدتلاش تنفعك، وعمرك تقنط من الرحمة ديال الله عز وجل. الله ما كيس الباب حتى كيعمل البيبان. السلام عليكم. عد إلى الله، عد إلى الله ولو أذنبت 1000 مرة، عد إلى الله ولو أذنبت 1,000,000 مرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً.